لم تغفل أعين الاحتلال عن مدينة نابلس التي قدمت قوافل من الشهداء والجرحى إيمانا بقضيتها المصيرية، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة تجاه الشبان وأجبرت عددا من الأهالي على فتح محالهم التجارية لسحب تسجيلات كاميرات المراقبة خلال اقتحام نفذته سلطات الاحتلال بقوة كبيرة من الجنود والآليات العسكرية في بلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية. اقتحام أدى إلى اندلاع مواجهة مع الشبان والتي تتجدد مع كل مداهمة تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية، واستمرارا لمسلسل اعتقالها اليومي بحق شبان المقاومة الفلسطينية في أجزاء من نواحي الضفة الغربية. اعتقلت قوات الاحتلال اليوم 3 شبان على حاجز دير شرق غرب مدينة نابلس ونقلتهم إلى جهة غير معروفة. ورغم كل الحواجز، عادت المرابطة المقدسية هنادي الحلواني إلى المسجد الأقصى المبارك بعد إبعاد استمر عاما كاملا وعقب تجديد سلطات الاحتلال قرار إبعاد المرابطة عن الأقصى مرتين لمدة 6 أشهر، حيث كان الترابط في محيط المسجد في ظل استهداف الاحتلال للمرابطين بقرارات الإبعاد في محاولة لتسهيل اقتحامات المستوطنين اليهود وعرقلة تصدي المقدسيين لمخططات التهويد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرا من داخل ساحة المسجد الأقصى من الجنة، من داخل ساحة الأقصى تحديدا من سطح قبة الصخرة بعد غياب سنة كاملة بقرارين مستمرين. دخلت بفضل الله عز وجل وعدت إلى جنتي التي هددني فيها الاحتلال كثيرا. وفي سياق التمدد الاستيطاني أمام صمت العالم، تجرى خطة صهيونية تهويدية جديدة ترمي وفق مراقبين لتقسيم الأقصى مكانيا، وتنص على تخصيص جزء صغير وهو جنوب الأقصى للمسلمين ووسطه وشماله وشرقه للمستوطنين. والآن الخطة التي قدمها أحد أعضاء الليكود وهي التقسيم، أن يكون جزء بسيط للمسلمين وهو الجزء الجنوبي والمصلى القبلي والمنتصف ومركز المسجد الأقصى والشمال، بالإضافة للشرق وفتح بواب باب الرحمة لكي يكون مكان لأداء طقوس التلمودية. وهذا هو ليس فقط اقتسام زماني ومكاني، بل اقتطاع كامل للجزء الأكبر للمسجد الأقصى المبارك. وتشهد عدد من المدن والبلدات الفلسطينية موجة انتهاكات إسرائيلية مختلفة، خاصة في المقدسات الإسلامية بغية تفجير الوضع الميداني مع الشبان وإعادة موجة التصعيد إلى الواجهة، ما قد يحول الرد الفلسطيني إلى العمق الإسرائيلي المحتل.